اهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعينا قناه فيس بريس. مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو او هذه الحلقه اللي غادي تكون جد شيقه. الاستاذ خالد الداوي الداودي، محامي بهيئه مكناس. كما كنا وعدناكم في القضيه ديال الملف اللي غادي يتم التفجير ديالو اليوم، عندنا العديد ديال النقاط اللي غادي نطرحوا لهم واللي غادي نوصلوا للراي العام. بعض المرات كنا كنشوفوا ان القنوات اللي كيعطيو المغالطات، كذلك ان القضيه ديال الاحسان العمومي بدون صفه، كذلك ان الفلوس كتجمع على مواقع التواصل الاجتماعي كاين اللي تيقول لك نصف الاحتيال، كل واحد تيقول. اليوم معنا الاستاذ خالد الداودي غادي يجاوبنا على العديد ديال الاسئله. سي خالد، مرحبا بك معنا قناة. شكرا على الاستضافه. اهلا وسهلا، مرحبا. شفنا واحد القنوات اللي تيخرجوا بعده مغالطات اللي كيخرجوا بهم، شنو رايك ديالك في القضيه؟ شنو تيقول القانون؟ بطبيعه الحال القانون يعاقب على كل ما يروج عبر قنوات التواصل والتي هي تحمل في فحواها مضامين كاذبه، هذا من جهه. ثانيا، الخطير في الامر هو ان من خلال هذا الترويج نحن نقوم بتشويه صوره المغرب. والان لا، استجبت لطلبكم لان هذا الامر يهم وطني ويهم بلادي وسمعة بلادي، لان هناك مجهودات قامت بها الدولة المغربية تحت اشراف صاحب الجلالة من اجل تلميع الصورة. وانتم لاحظتم كم افتخرنا بالفريق الوطني حين حقق انجازا كبيرا في المونديال بقطر، الفريق النسوي كذلك، الدبلوماسية المغربية في مواجهتها للسياسة الإمبريالية لفرنسا والموقف ديالها المشرف، يعني الدبلوماسية ديالنا كانت في واحد المستوى عالي. هناك ما حققه الجيش المغربي في الصحراء المغربية المسترجعة وعدوانية الجزائر للمغرب، كل هذا الآن نرى نلاحظ أنه يضرب عبر الحائط ويحطم بطريقة غير معقولة من طرف بعض القنوات الذين يروجوا واحد المضامين اللي تتمس بالسمعة ديال المغرب. لا تنسى أن هناك الآن الجزائر عندها واحد الجيش إلكتروني كبير 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 جدا، وهي تضرب في العمق كل المجهودات التي نقوم بها. وكذلك هناك الدولة الفرنسية التي لم تتقبل أن المغرب له سيادة وتحاول ضربه في العمق اقتصاديا، وخاصة على الصعيد ما حققه بإفريقيا جنوب الصحراء. يعني هناك واحد المجهودات كبيرة تقوم بها الدولة المغربية ويقوم بها صاحب الجلالة نصره الله، إلا أننا نشاهد هذه الخرجات اللا عقلانية واللا محسوبة التي تقوم بها بعض القنوات، تقوم بتكسير كل هذه المجهودات وتشوه صورة المغرب. واخا سي خالد، كذلك ان شفنا اليوم واحد كانت حنان شاليل هذا النهار كانت تم الاستدعاء ديالها من طرف الضابطه القضائيه، وكاين اللي تيقول لك ان الفرقه الوطنيه، يعني هنا ما كنشوفش بان كاين واحد المغالطه انها كتعطى. لا، هي ربما مغالطات مقصوده او غير مقصوده، لا اظن انها غير مقصوده، لان انت تعلم ان اصحاب القنوات الاكثريه ديالهم ما تيفرقوش ما بين عناصر الشرطه او الاقسام المتواجده في اطار الضابطه الاداره ديال اداره الامن والضابطه القضائيه. حنان شاليل كانت تم استقبالها من طرف قسم الجرائم الالكترونيه، وبالتالي ماشي من طرف الشرطه الفرقه الوطنيه او اي جهه معينه، هي كان تم الاستماع اليها من طرف قسم الجريمه الالكترونيه من اجل التاكد من بعض من مصدر واحد الاوديو كان عندها سميتو كان تتبع من اجله واحد السيده، وبالتالي كان من اجل التاكيد، ليس الا لم يكن هناك اي مساله تتعلق بها هي شخصيا، هي في اطار التاكيد من معطيات معينه. واخا سي خالد، كاين الناس اللي كانوا كيتسائلوا تيقولوا الاستاذ خالد الداودي فاش غادي يكون التقديم ديالو، فاش غادي يكون التقديم او حاله ديال التقديم ديالو بناس لبناء زوجة قناه الاسره المغربيه؟ قريبا تقدر تكون هذا الاسبوع حتى هي داخل هذا الاسبوع. لان يعني كما تنقولوا ان دائما في هذا الاسبوع هذا كاين فيه المفاجات. واخا سي خالد، حنا كنشوفوا كاين كذلك ان بعض القنوات اللي كنشوفوهم كيخرجوا كيسعوا او كيخرجوا كي كي
كيكبوا الناس بواحد الطريقة ما فهمناهاش كيفاش بطريقة الاستعطاف طريقة ديال كل واحد واش كيفاش يقول كنت أتمنى أن الناس اللي تتعاطفوا مع أصحاب القنوات أنهم يتعاطفون مع ناس بحاجة إلى كل سنت. أنا زرت المستشفى محمد الخامس بمكناس خلال الأسبوع مرتين لحالات إنسانية وشاهدت ما شاهدت من آلام وأنين المرضى ووقفت عاجزا أمام هذا الموقف للأسف وتساءلت آنذاك وقلت لماذا هؤلاء الناس لا يوجهون أموالهم أو تبرعاتهم لهذه الفئة المتضررة والتي تعيش في الآلام والفقر عوض أنهم يحولوا الأموال ديالهم في إطار ما يسمى بالصينية وهذا ما أعتبره أنا لأن هؤلاء الناس لهم أدسنس لهم موارد مالية وبالتالي ليسوا بحاجة إلى أموال الآخرين ولهذا قلت من مرات عدة أن هذا الأمر ما يسمى بالصينية أو بالمنصة هي حالة من حالات النصب وأوجه كلامي إلى كل من يعتبر نفسه مساهما في هذه الفئة من في هذه الفئة أو ما يعتبر نفسه محسنا إذا كنت محسنا وأردت الإحسان فقم بصدقتك لمن هو بحاجة إلى تلك الصدقة. هناك أناس في المستشفى لا يجدون ثمن الأدوية وهناك أناس فقراء جدا ولا يرضون أن يمدون أيديهم ولو مددتهم لكان لك أجرا عظيما. على هذا الأساس نقول أيها الناس أيها المتتبعين لهذه القنوات اصرفوا اموالكم فيما هو خير لكم دينا واخره. واخا شنو الراي ديالك استاذ لان حنا كنا كنعرفوا الاستاذ خالد الداودي انه كان غادي يعزل الام اللي كانت تعرف هذا التاع الشهور الام اللي كانت تزيد لنا في كرشي تاع الشهور الام اللي كانت عقباتنا الام اللي كانت علينا الام اللي كانت تعمل سي خالد حنايا شفنا مؤخرا ان كانت الاستاذه خديجه الرباني قالت لك ان كانت تخش للميل شنو هو السبب ديال القضيه هذه وشنو وقعت لنا؟ لا هي الأستاذ الروغاني ما صرحتش بصريح العبارة هذا ما قيل ما صرحتش بصريح العبارة أنني ما خصنيش ندخل في الملف لأن هذا بطبيعة الحال لا حق لها فيه وإنما بطريقة أخرى صرحت لأناس على معرفة بها أنه من الناحية الفعلية هناك صعوبة بحيث أنني كنت أنوب في وقت ما عن عائلة بوكريسا في مساطر واليوم سوف أنوب ضدهم مع العلم أن الأم سعاد هي من عائلة سي محمد بوكريسا الذي كنت أعازره وبالتالي انا ما خرجتش من الاطار ديال العائله يعني لكن في وسط العائله وليت جزء من العائله كدفاع هذا هو اللي كاين ما كاينش هناك كانت بالنسبه للاستاذه كانت قالت هناك مانع قانوني واوضحت فيما قبل بان ليس هناك اي مانع على اعتبار ليس هناك معلومات تسلمت نقدروا نقولوا بانه واش قال بانه ممنوع او بغاو يحيدوك من الملف لان انا بدينا كنلاحظوا ان القضيه ديال انه الانسان بغي يحيدوك من الملف بعض الاشخاص على اين انا بالنسبه لي ما نقدرش نجزم في هذه المساله لان تعرف ان الامر يتعلق بزميله اولا وبطرف وبالطرف الاخر الطرف الاخر لم يصرح لي صراحه بأنه لا يرغب في مؤازرة له هذا هو الإشكال أنني ما يمكن ليش نعطي شي جواب جازم أنه هناك محاولة لاستبعادي قد يستخلص منه قد يستخلص أن هناك رغبة في استبعادي ولكن تعبير صريح ليس هناك لا للإضافة لا سمحتي للإضافة أنني حين كلفت من طرف أشخاص معينين تم الاتصال بي من أجلي جاء هذا الاتصال من أجل المؤازرة بعدما أعلنت تعاطفي مع الأم بصفة عامة ومع السيدة سعاد بصفة خاصة نحن دائما مع الأم نحن دائما معها
ودائما الام خط احمر من الانسان انه شي واحد ولد ولا واحد بنت انه يسب الام ديالو ولا يتحايا مع الام ديالو غادي يكون لاعب بالمرصاد. واخا استاذ خالد الداودي حنا كنا اشتغلنا على هذا الملف هذا من بعد البحث انه فاش قلبنا على الملف شنو كان وقع استاذ؟ بعد ما قلبتوا انتم ولا من بعد ما خلونا حنا يا لا هنا انا كما قلت في الاول انني سوف اوازر الام واوازر السيده سعاد اذا ما كانت هناك شكايه حقا. الان فيما يخص البحث الاولي اتضح لي هذا البحث الاولي وليس بشامل اتضح انه ليس هناك لحد الان لم اجد ان هناك شكايه فيما يخص هذه السنه يعني لم تقدم اي شكايه. قيل لي ان هناك شكايه امام السيد قاضي التحقيق وبعد ما حاولت معرفه هل هناك شكايه ام لا لم اجد اي شكايه موضوعه امام السيد قاضي التحقيق ولا في امام الضابطه القضائيه ولا ادري اين قدمت. قد تكون في تاريخ سابق ربما ولكن لغايه الساعه لم اجد ان هناك شكايه. ستي يقولوا بان كانت الشكايه كانت وضعات قبل ما يدخل بكريشه يدخل للحبس. يعني الا جينا قلنا ان قبل ما يدخل بكريشه للحبس نقدروا نقولوا في شهر مثلا 6-5-4 بحال هكا يعني داخل هذه السنه يعني نورمال الكره كانت بانت. كذلك ان في الشكايات ما لقيناش هذا ما يتضح من خلال البحث الميداني البحث الاولي ان ليس هناك شكايه وهذا شيء اتمنى ان لا يكون صحيحا. كذلك حنا كنتمنوا هذه القضيه لان حنا غنوقفوا مع الام حنا الام حنا دائما غنوقفوا عليها ماشي هذا كاين اللي دابا حاليا كاين اللي غادي يقول لك بانه غادي يديروا البوز اللي باغي يديروا شي حاجه حنا ما تنديروا لا بوز لا والو حنا فقط اننا كنوقفوا مع الام المغربيه الام المغربيه اللي تشطبات بها القبض ولات لا احنا حقا قمنا بواحد المجهود كبير فيما يخص هذه المساله هذه لان اتضح اننا كنا احسسنا اننا معنيين بهذه القضيه لان هذه القضيه او هذه النازله فاقت او فاتت الحدود خرجت عن الحدود سميتو لان هناك الان من يتصل بي من خارج ارض الوطن وخاصه من الدول العربيه هناك سيدات مغربيات يتكلمون بحرارة ويعتبرون أن الأم أو المرأة المغربية قد تم المساس بها بشرف في شرفها وفي عرضها وفي كرامتها وفي أخلاقها وهذا هو الشيء اللي خلنا نتصرف بهالطريقة وبهذه النجاعة. ولهذا قلت أتمنى أن يكون الأمر ليس صحيحا وأن الأمر كان هو مسألة أدسنس وليست بواقع حقيقي. كاين قضيه فيها الادسنس وقضيه فيها لان السوبر شات والادسنس هذه مساله كيفاش غادي نقول لك راه ولات واخا استاذ. كذلك ان بعض الاخوان الاخوات انهم خرجوا كانوا تيهضروا على القضيه ديال العريضه لان العريضه شفنا تبارك الله وصلت ل 9000 وشي حاجه اللي وصلت. انا اتساءل لان حين تكلمت عن العريضة تكلمت عن عريضة قيل لي أنها ستكون ضد ما يقع في قنوات اليوتيوب من مساس بالوطن ومساس بالمرأة المغربية وما يخرج به البعض يضرب فيه المسؤولين القضائيون ومن يضرب المسؤولين الأمنيون. وكنت متفقا على هذه العريضة على أساس أننا سنقوم بعد إنجازها سوف نقوم ببعض المقترحات او اتصالات مع المسؤولين في الدوله من اجل تسنين ووضع قوانين تخص تسيير القنوات ديال اليوتيوب او طريقة تفعيلها وبالتالي ما تبقاش هذه الفوضى العارمه اللي كاينه حاليا. لانني اليوم اتفاجأ بان هناك عارضة أخرى تتكلم عن العقوق وعن الفساد القضائي وعن الرشاوي وهذا شيء لا نحبده لأن ما زلنا نحن ما زلنا لأن وصلت ل 9000 وشي حاجة
في حين العريضه اللي كنا تنهضروا عليها كانت محدده في خمس، كان مطلوب ان تكون تحدث في 5000 توقيع. هنا اتساءل واش هناك عارضتين او هناك عارضه وحده؟ فلكانت هذيك العريضه اللي تيتكلموا عليها هي العريضه اللي قريت اليوم. ف اتمنى من السيد رئيس النيابه العامه ان يتدخل على الخط، اتمنى من الاجهزه الامنيه ان تتدخل على الخط، لان على حسب واحد على حسب شي مصادر خاصه انه تم تفعيل ديال او تحريك ديال في القضيه ديال العريضه، لان العريضه انها كتمس الوطن بطبيعه الحال. هي تمس الوطن بواحد الطريقه اللي ما يمكنش الواحد يتخيلها. الان فاش نروجوا على الصعيد العالمي، واش هناك اناس من الجزائر عبروا عن رغبتهم في التوقيع على تلك العارضه؟ بالتالي هذا يعني ان المساله تجاوزت الحدود وتجاوزت المقصود منها والغاية منها، بل أصبحت هي ضرب في المؤسسات وضرب في الدولة المغربية وفي استقلالية البلاد وفي كرامة المواطن المغربي والمرأة المغربية، وهو شيء لن نقبله. إن لنا تفتح هذا النهار تفتح فيها بحث في القضية ديال العريضة، ومش كل اللي حرض على العريضة مش كل اللي قال على العريضة. كذلك استاذ حنا شفنا بعض الاخوان والاخوات انهم خرجوا الايام هذه مؤخرا، خرجوا كانوا تيشكروا في الاستاذ خالد الداودي، تيقولوا انه تتعاصر الام، كنتي واقف مع الام، شنو الرساله ديالك كنت توجه للناس؟ اولا وقوفي مع الام شيء طبيعي، انا مواطن مغربي اؤمن بالام، اؤمن بالامومه، اؤمن بالمراه المغربيه، أؤمن بشرف المرأة المغربية، أؤمن بكرامتها، وبالتالي كان من الطبيعي أن أقف إلى جانب أم بحاجة إلي أو تمد يدها للمساعدة. المساعدة من طرف تناشد الأجهزة الأمنية والقضائية أن تساعدها. فكان من الطبيعي أنني كإطار قانوني وحقوقي أنني نستجب للطلب هذا. ورسالتي الثانية هي أنني أشكر كل من عبر بالشكر في اتجاهي، وأشد على أيديهم وأشكرهم جزيل الشكر. وكذلك الرسالة ديالك لرئاسة النيابة العامة. نعم، أنا أتمنى من رئيس السيد رئيس النيابة العامة، وأنا واثق أنه يعمل بكل جهد في هذا المجال هذا، أن يتدخل في كل ما يتعلق بأي خراجات تمس بالوطن المغربي أو بالمواطن المغربي، أن تتم تحريك المتابعات وتحريك المساطر القانونية في حق كل من سولت له نفسه، أن يضرب في العمق الدولة المغربية، أن يضرب كل المجهودات التي تقوم بها الدولة المغربية، أن يضرب على يد كل من سولت له نفسه بأن يلفظ لفظا يمس مواطنا مغربيا أو مسؤولا مغربيا. أخا أستاذ، حنا كنشوفوا حنا صاحب جلال محمد السادس نصر الله وإياده أنه كيدير واحد المجهودات اللي هي جبارة، كذلك أنا وزير الخارجية أنه كيدير واحد المجهودات جبارة، السكنية العامة، وزارة العدل، المديرية العامة للأمن الوطني، المديرية العامة لمحافظة التراب الوطني، هاد الناس هادو كاملين، هاد الناس هادو كلهم اللي خدامين كيجيو وحدين بعض القنوات اللي هما تيقلبوا على الربح السريع أو الأدسنس اللي كيجيو وكيضربوا في العمق ديال الدول المغربية. كيضربوا في هذه المجهودات الجباره اللي كيقوموا بها المؤسسات هادو، شنو كيفاش كتجي؟ أنا كما قلت لك لا يعقل أننا الدولة المغربية تقوم بمجهود كبير في إطار تخليق القضاء، في إطار تخليق الإدارة، في إطار تخليق الأمن. أنتم تلاحظوا يعني الآن أصبحت المسؤولية مرتبطة بالمحاسبة، وما يمكنش تجي أنت اليوم حنا في إطار أن هناك دول، خصك تعرف واحد الحاجة، أن هناك دول أوروبية حاسدين على سميتو على الامن والامان اللي عندنا، لان الان تيمكن لك تخرج بثلاثه اربعه الليل وغادي في امان. الان وليتي تشوف امراه خارجه بالليل ما كاينش اللي تيتعرض لها او تيتكلم لها، على عكس السنوات اللي مرات شحال هذه.
هناك وما كنت أريد أن أصرح بأن فيما يخص النظام القضائي المغربي أن هناك دول قضاؤها يلجأ إلى المغرب للاستفادة من التجربة اللي خضعها المغرب في هذه السنوات الأخيرة، السنوات الأربعة أو الخمس الأخيرة، لأن تتعرف بالنسبة للنظام القضائي أن القضاة ديالنا أو اللي تيتحملوا أو المسؤولين في رئاسة النيابة العامة أو في الذين يرأسون المجلس القضائي قاموا بدورات تكوينية في مجموعة من الدول وأخذوا خبرة متعددة من أمريكا، من فرنسا، من إنجلترا، من أوكرانيا، من دول عدة، وبالتالي جابوا واحد لوكوميل، واحد ديال المعلومات، وحاولوا يستفدوا من كل هذه التجارب. الآن نحن نجني ما زرعناه في وهذا هو اللي خلى بعض المسؤولين ديال القضائيين من دول اخرى، من فرنسا مثلا، تيجيو انهم يشوفوا كيفاش ان المنظومه نجحت عندنا. اذا ما نجيوش اليوم، الا كانت شي الحالات الشاذه تتوقع في اي دوله، الحالات الشاذه تتميت، ولا يمكن لا يمكن للاستثناء، لان ما يمكنش لا يقاس على الاستثناء. ما يمكنش نجي لو وقعت حاله وانت تجي تشوه لي البلاد ديالي كامله وتقول ان القضاء فاسد. لا، انت في تخرج بهذيك العباره انت تضربه في القضاء وجهاز القضاء كاملا. ما يمكنش تجي يكون بوليسي قام بواحد الخطا وتجي تقول ان الامن كله فاسد. ما يمكنش المحامي دار خطا وتجي تقول كاع المحامون سميتو فاسدون. ولهذا علاش نمشيو حنا بعيد فيما يخص محاربة الإرهاب؟ الأمن المغربي كان يستشار معه، السيد مديرية الأمن كان ينادى عليه من دول عظمى كإسبانيا وفرنسا للاستشارة معه ومعرفة كيف يمكن أو ما هي الخطة التي يجب اتباعها من أجل القضاء على ظاهرات معينة في فرنسا أو في إسبانيا. بالتالي نحن خدنا واحد الخبرة كبيرة في مجال القضاء، خدنا في مجال الأمن الحمد لله. علاش غادي نجيو حنا هاد السمعة اللي كوننا في العالم كامل ويحتسب لها، نجي انت كقناة ما قريتش، ما عندكش حتى الشهادة الابتدائية، وتجي تقول لي انا القضاء فاسد او الامن سميتو او الادارة فاسدة او استاذ هنيا. يعني بعض الاشخاص اللي كانوا تيقولوا لي انه كاين بعض الاشخاص اللي كيعطيو فلوس، كاين بعض الاشخاص. انا كما قلت هناك دول عندها، شوف الجزائر ناخذ غير على الجارة التي يعتبرها البعض انها الاخت الجارة او الجارة العدوة او الاخت العدوة، ما يمكنش نوصفها بشي وصف اللي من غير انها تكن العداء للمغرب ولنجاح سياسة المغرب والنمو الاقتصادي ديالو على الصعيد البنية التحتية ولا الفوقية. الجزائر عندها جيس الكتروني تتعرف بانه يتكون من الالاف، هدفه الوحيد هو الضرب في الدولة المغربية. سبب مكون جيش يعمل في وسائل التواصل الاجتماعي للضرب في الهوية المغربية وفي نجاحات والمؤسسات المقدسات. أستاذ، شفنا أن القضاء أو السيد الوكيل العام لدى المحكمة الابتدائية لدى المحكمة الاستئناف بالفاس، وكذلك السيد الوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالفاس، ورئيس المحكمة، أن القضاة يعني يقولوا أنهم محكمة ابتدائية والاستئناف بمدينة فاس. علاش بالضبط أن مدينة فاس هي الوحيدة اللي كنشوفوا أن المدينة الوحيدة اللي ولات فيها هذه القضية هذه؟ لولاية الأمن
واحد وليت الامر رجل الامن. وكذلك هنا المحكمه علاش بالضبط هما خسروا هذه المدينه هذه كيضربوا لها في العمق ديالها في المؤسسات؟ لا سميتو يعني بالنسبه لهاد اليوتيوبر يعني تيخرجوا بخرجات ضد القضاء بفاس لا لا هما انا كما قلت هما تيخرجوا تيضربوا في القضاء بصفه عامه، ولكن ربما في الايام الاخيره نظرا للملفات المعروضه امام القضاء بمدينه فاس هذا هو الشيء اللي خلاهم يتوجهوا بالانظار ديالهم الى مدينه القضاء الى القضاء بمدينه فاس والى رجال الامن بمدينه فاس. حيت حنا شفنا مؤخرا ان كاين واحد الملف اللي ممكن في قنيطره يعني ما توجهوش قنيطره انهم ما يضربوش في القضاء ديال قنيطره او وصلوا القضاء ولا رجال الامن ديال قنيطره، علاش هذا هو السؤال اللي سالتولك استاذ علاش بالضبط مدينه فاس؟ ربما لان الاكثريه من هاد اليوتيوبر يتواجدون بمدينه فاس، لان الخليه اللي بدات فيما يخص هاد القنوات ديال اليوتيوب الخليه الكبيره اللي بدات من ومرتبطه هي افرادها مرتبطون كل واحد مرتبط بالاخر كما بعلاقه عائليه او صداقه او او او, أو. وبالتالي هناك حين يتم القاء القبض او متابعه احد الافراد منهم تيقوم وتنوض كاع باقي اليوتيوبر كانهم جيش يدافع من اجل هذاك الطرف الثاني. ولهذا انا كما قلت ان هناك مدينه فاس عرفت العديد من الملفات، وبالتالي ربما هذا هو السبب اللي خلاهم يتجهوا هذا الاتجاه، كما ان كذلك ان النيابه العامه هي صارمه في هذا المجال هذا بمدينه فاس، وهذا الشيء اللي ربما خلاهم عاوتاني يهاجموها. لان كل واحد اللي كيجي وعنده شيء عنده شي حاجه وكان داير اعتقد المثل ديال اللي تنبسه على تقدم حالة نعم. استاذ شنو الرسالة ديالك؟ والقنوات اللي كتبوا على المتتبعين او كما قلنا المتتبعين. انا في الحقيقة رسالتي اليوم وجهت رسائل عدة لاصحاب القنوات ديال اليوتيوب مرات عديدة، وكنت اخاطبهم دائما واقول لهم كان عليهم من الواجب أن يستغلوا قنواتهم في أشياء تنفع الوطن المغربي بصفة عامة وتنفع المواطن المغربي، ولكن الأذان صماء. ولكن النداء ديالي اليوم غادي يكون لمن يعتبرون أنفسهم محسنين في هذا المجال، الذين يقومون بدفق الأموال الطائلة من أجل أشياء واهية. رسالتي لهم أتمنى انكم لا كنتو باغيين ديروا الخير تحاولوا تشوفوا الناس اللي محتاجين بطريقه او ما كما بطريقه مباشره او غير مباشره. هناك جمعيات، هناك ناس حقوقيون، هناك اشخاص اللي يمكن لهم تسخروهم من عائلاتكم، ولكن قوموا بالاحسان في هذ الناس اللي محتاجين في المرضى في الفقراء، ماشي ناس ليسوا بحاجه الى اموالكم، بل وجهوا الاحسان ديالكم لهذ الفئه من المجتمع اللي هي ضعيفه او من هذه الفئه ديال الناس اللي هما مرضى وما تيلقاوش حتى باش يشريوا الدواء. وهذا هو هذا راه ما اتمناه. اتمنى ان تستيقظوا من الغفوه ديالكم وتعرفوا بانكم راه تضيعوا فلوسكم على الخاوي، وان هناك اناس اللي هم بحاجه الى هذه الاموال. لذا كنتو ما تثقوش في الجمعيات او في وراء عندكم عائلاتكم يمكن لهم يمشيوا يتصلوا بهذوك الناس، وراه ما كاينش شي 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 بلاصه ما تيخطاش فيها شي واحد مريض ولا يعاني، لان هناك امراض كذلك، هناك امراض مزمنه تكلف، يعني حتى واحد اللي كان عنده واحد غادي على قد حاله ولا هادي، راه كاين هناك امراض مزمنه وما يمكن ما كاينش الاستطاعه باش يؤدي الثمن ديال هذاك الدواء وباستمرار، لان هناك بعض الادويه اللي هي في الحقيقه غاليه بزاف. استاذ شفنا ان الام سعاد او الاخت سعاد انها قالت بانها غترفع واحد الشكايه على العنف ضد الاصول، واش القانون يعاقب؟ بطبيعه الحال القانون يعاقب فيما يخص، هو لا يعاقب على العقوق ولكن يعاقب على العنف ضد الاصول. وحين نقول العنف ضد الاصول فيقصد به العنف الجسدي والعنف المعنوي. استاذ شنو الرساله ديالك والرساله ديالك للام
مغربية؟ أحبك. الأم المغربية، الأم المغربية شيء جميل أعطانا الله في هذه البلاد هذه، لأن الحنان كل سنة باتق من الأم. الأم هي التي تضع الأسس الأولية لكل أسرة، وهي اللبنة التي هي الطوبة الأولى لبناء مجتمع سالم. وبالتالي أي اعتداء على الأم فهو اعتداء على المجتمع ككل. ولهذا تنقول بأننا نحن دائما مع الأم، وسنظل دائما مع الأم، ولن نسمح بأي ممارسة كيفما كانت ضد الأم بصفة عامة أو المرأة بصفة خاصة. أستاذ، رسالتك للواحد المنصة اللي كتجمع الفلوس؟ أنا كما إحنا كما ناقشنا في يعني هي وسيلة من وسائل النصب، لأن فاش نجيو تنقولوا هاد الكلمه المنصه وهي هي كلمه متداوله بين اصحاب قنوات اليوتيوب، فهي تتم بواحد الطريقه اللي اولا هناك ايهام وقوع واحد الحاله معينه وهذا ركن من اركان النصب، ثانيا انها تتم باسم شخص ما قد يكون على علم بذلك او لا او اسمه يتم استغلاله، وبالتالي هي طريقة من طرق النصب. نصب الاحتيال. أستاذ، إذن شكرا لك وشكرا لقبولك الدعوة هنا في مكتب ديال فيس بريس. مرحبا. كان الحوار جد شيق مع الأستاذ خالد الداودي. شكرا لك وشكرا. شكرا. إلى اللقاء. ما تنساش دير أبوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.